بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في سلسلتنا مختطفين من النار في بتيجي أسئلة كثيرة عن إيه بقى اللي هيحصل بعد العيشة دي كلها، وشكل الدينونة إيه، وعلم الإسخاتولوجي بكل أفكاره. طبعا ده علم ضخم نقدرش نخلصه في نص ساعة، إنما أنا هاخد إصحاح واحد يحط كل البيزكس بتاعت الإسخاتولوجي قدام عينينا. وفي أسئلة صعب إجابتها، يعني تخيل جمال الفردوس وتخيل بشاعة الجحيم صعب، تخيل حلاوة الملكوت والعيشة المستمرة في الملكوت والعذاب الأبدي في جهنم صعب كتخيل. كتاب ما دخلناش في الحتة دي، لكن حطلنا العناوين واضحة والأساسيات واضحة، فالكنيسة فاهمة، لكن بصراحة ما تقدرش تجاوب على تفاصيل كتيرة داخل الموضوع ده. كان احنا ثقة في المسيح وكلامه والتعليم اللي قاله والحق اللي أعلنه، احنا بنقول للناس الحتة دي حلوة قوي الفردوس والملكوت، والحتة دي وحشة قوي الجحيم وجهنم. هقرا معاكم رؤية 20، ورؤية 20 دي بقى بتدخلنا بقى على النهاية الحلوة قوي، يعني دايما انا حافظها من صغر 20 21 22. السماء بقى الجميله، وخلصت المشاكل وخلصت الاضطهادات والعذابات، وانتهت قصه ابليس دي بقى والغلب بتاعه، وبقينا منطلقين في الحياه الابديه. انما من رؤيه 1 لغايه 20 بنطلع وننزل كده، بنشوف السماء جميله قوي والسبورت الالهي، وبنشوف الغلب اللي في الدنيا والمعارك المستمره، معارك روحيه. بنشوف الكنيسه المجاهده والكنيسة المنتصرة اللي بتسندها، وبنسمع بقى عن الأبواق وعن الجامات وعن الضربات وعن كل اللي في السكة اللي غرضوا ربنا يجمع أكتر البشر في حضنه، لأن إرادته واضحة أنه لا يشاء أن يهلك أحد. لكن بيكرر أنه للأسف مع كل الأبواق دي وكل الإعلانات دي لم يتوبوا عن أعمال. يقول في رؤية 20: رأيت ملاكا نازلا من السماء معه مفتاح الهاوية. يبقى أول كلمة عاوزين نعرفها الهاوية، هيدس أو الجحيم، وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين الحية القديمة الذي هو إبليس والشيطان. هنا وفر علينا الاجتهاد، التنين هو إبليس هو الشيطان هو الحية القديمة، يبقى بتاعت حواء. بيقول الحية القديمة ما هي لسه حية يعني، إنما بتاعت حواء يعني بتاعت أول حكاية خالص، هيها كده التنين إبليس الشيطان. طيب، اتقبض عليهم وقيدوا 1000 سنة وطرحه في الهاوية. عشان كده أغسطينوس يقول الملاك ده المسيح، لأنه نازل مسيح. كلمة ملاك في اللغة أساسها مرسل، والمسيح قال أن اللقب ده يدل عليه، كما أرسلني الآب وبعت لبركة سلوام الذي تفسيره مرسل، وكان بيكلم كتير انه ارسل من الاب لخلصنا. معه المفتاح، ما هو ده داود الجديد اللي معاه مفتاح يغلق ولا احد يفتح، ويفتح ولا احد يغلق. طيب، طرح ابليس اللي هو التنين اللي هو الحياة القديمة اللي هو الشيطان في الهاوية، واغلق عليه وختم عليه كي لا يضل الامم فيما بعد حتى تتم 1000 سنة، وبعد ذلك لابد ان يحل زمانا يسيرا. الحته دي بقى عليها يعني كلام كتير قوي. في القرون الاولى، اول 3 قرون يعني لغايه بدايه التلتميات او يعني منتصف المتينات، كان في كلام كتير حرفي شويه. اولا الكنيسه الاولى تلاحظوا انها كانت مستنيه المسيح يجي بسرعه قوي. تقرا رساله تسالونيكي الاولى والثانيه، رساله بطرس الاولى والثانيه، تلاحظوا انه في احساس ان المسيح هيجي فعلا في زمن الجيل الأول، لدرجة لما حد كان بيموت لهم كانوا بيزعلوا قوي لأنه مش هيحضر معهم المجيء التاني. كانوا فاكرين المسيح وعد أنه إيه طالع السماء ونزل بسرعة قوي مسافة كام سنة. عشان كده بطرس اضطر يقول يا جماعة 1000 سنة زي يوم ويوم زي 1000 سنة، يعني إيه ربنا وعد أنه جاي بس مش لازم يجي في زماننا، مش لازم يجي في عصرنا. وده اللي حصل فعلا، ما جاش في جيل الرسل، المسيح لسه ما جاش على الصحافة. ومن كتر الاضطهاد اللي على الكنيسة الناس مستنية قوي مجيء المسيح، فابتدت تحس إحساس نفسي أنه جاي دلوقتي، فكانت تميل دايما للحرفية في بعض الأمور.
من هنا في أول 200 سنة كان تفسير الألفية دي، الملك الألفي، كان مرتبط بأنه شوية حاجة حرفية. وبرضو كانت لغز ليه، طب انتوا منين مستنيين المسيح يجي قبل ما تكمل 1000 سنة؟ فهم ما كانش عندهم إجابة قوي واضحة عن الحتة دي. مع القرن الثالث نهايته وبداية الرابع بقى استقر في الكنيسة الجامعة، ولسه قبل أي خلافات، خلق دنيا لسه بدر، ده في القرن الخامس. استقر في فكر الكنيسة إن المعنى اللي قاله سفر الرؤيا معنى رمزي. إذن ده مش كلام القرن 21، لا لا، ده كلام الكنيسة الجامعة الواحدة المقدسة، أجمعت إن الملك الألفي معناه الرب ملك على خشبة، يبقى بدأ بالصليب، ينتهي إلى قبل مجيء المسيح الثاني. يجي بقى يطلع 100 سنة، 1000 سنة، 2000 سنة، ثلاث، زي ما يطلع. لكن الألف طبعا زي أغلب أرقام الرؤية تفسر تفسير رمزي. فهنا بيقول قيدوا 1000 سنة، تلاحظوا أنه قيدوا غير هلكوا، لأنه لسه هنسمع عن الهلاك في آخر الإصحاح. إذن إبليس مقيد، والمعنى ده واضح جدا ومستقر في ذهن الكنيسة الجامع. لما بقول الجامع يعني الكنيسة في العالم كله قبل أي انشقاقات، أنه إبليس دلوقتي مقيد. تقروا بقى عظات ذهبي الفم، أمبروسيوس، كيرولوس الكبير، أثناسيوس، كلهم بيؤكدوا أنه إبليس من وقت الصليب مقيد. مقيد مش معناه انتهى ولا هلك ولا بطل مفعوله تماما. لأن في ناس هتقول لي طب ما انت الكتاب بيقول إبليس يقول، كان الأنبا غريغوريوس الله ينيح روحه كان له تعب كبير جميل، يقول زي الحيوان المفترس بس له سلسلة طويلة شوية، فإيه عمال يلف كده بس في حدود السلسلة. فإبليس مقيد، بدليل أن ربنا يسوع له المجد يقول إيه، رأيت الشيطان ساقطا كالبرق. سقوط هذا الشيطان كالبرق هو ده قيده كده. وفي كولوسي بولس يقول ايه، جردهم، جرد السلاطين، الشياطين جردهم من الرتب، من القوة بتاعتهم، اشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. يبقى الظفر او النصرة كانت في الصليب، وايه تجريد القوة من ابليس كان في الصليب. المثل اللي حكاه المسيح لما يدخل الاقوى ينزع قوة القوي عشان ياخد امتعته، ينهب بيته، فهنا القوي كان شيطان والأقوى هو المسيح. كل ده استقر في ذهن الكنيسة أنه من وقت الصليب الشيطان قيد. يبقى حاليا الشيطان مقيد. هيجي السؤال المعتاد، كل ده مقيد، كل الشر اللي في العالم ده مقيد؟ يا أحبائي، هو في جنة عدن كان الشيطان حتى يعني محدود القوة طبعا، وآدم وحواء دول أبرأ ناس وأنقى ناس ومفيش غيرهم وعلى صورة الله ومثاله. طب مش هو الشيطان ضحك على حواء وآدم وما كانش يقدر يجبرهم أبدا على خطية، لكن حواء بمزاجها مشت وراه وأقنعت آدم والخطية دخلت. يبقى الحقيقة دلوقتي بعد السقوط البشرية في الخطية واستقرار الشر في حياة الناس، لما يجي الشيطان يعرض، ما يفرضش، ما يقدرش يفرض بعد الصليب، يعرض، أغلب الناس بتشتري البضاعة بتاعته. إذن إرادة الناس هي المسؤولة أكتر عن خطاياه. عشان كده القديس يعقوب كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ما ذكرش الشيطان في الحتة دي ليه؟ عاوز يقول المسؤول الأول شهوات الناس. الشيطان ما يقدرش يجبر حد لأنه مقيد. عشان كده القديس يوحنا، احنا بنتكلم في القرن الأول، يقول قد غلبتم الشرير، أكتب إليكم أيها الشباب لأنكم أنكم أقوياء وقد غلبتم الشرير. بيتكلم عن غلبة الشرير ليه؟ لأن بالصليب إحنا بنغلب الشيطان فعلا، بالمعمودية بنهزم الشيطان، بالميرون النصرة في أيدينا، بالتوبة والاعتراف نتحرر تماما. تناول بيغرسنا في القوي، ربنا يسوع له المجد. المسيح يقول لتلاميذه أعطيتكم سلطان على الحياة والعقارب ولا يضركم شيء، لكن ما تفرحوش بدي، افرحوا أن أسماءكم مكتوبة في السماء. إذن أول معنى مهم أن الشيطان مقيد. طب والشر اللي في العالم؟ أيوة، العالم وضع في الشرير بسبب البشر، والشيطان أعمى أذهان غير المؤمنين، يعني إيه؟ بيعميهم بإرادتهم، زي تعبير قاله القديس بولس، يخفى عليهم
بإرادتهم. زي واحد يعمل كده ويقول لك ما فيش شمس، أحب الناس الظلمة أكتر من النور. يبقى ما تصدقوش أن الشيطان مسيطر على العالم، وإلا ما كناش نقدر نعمل مؤتمر روح، ولا واحد فيكم يقدر يقول أبانا الذي، ولا واحد فيكم قلبه يتحرك بالتوبة بالساهل، ولا كان يبقى فيه كرازة ولا خدمة ولا كنايس. لا، الشيطان مش مسيطر زي ما الناس، إنما الناس بتروح له برجليه. من اتضاع المسيح أنه سايب لنا حرية الإرادة حتى الآخر. نقرأ النص تاني. رأيت ملاكا نازلا من السماء مع مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة على يده، فقبض على التنين، يبقى مقبوض عليه الحياة القديمة الذي هو إبليس والشيطان، وقيده 1000 سنة. قلنا 1000 سنة من وقت الصليب لغاية المجيء الثاني أو قبلها بحاجة بسيطة هنشرحها، وطرحه في الهاوية اللي هي الجحيم، وأغلق عليه وختم عليه كي لا يضل الأمم فيما بعد. تقرأ تفسيرات كيرلس الكبير أو ذهبي الفم، دايما لما يشرحوا الخلاص يقولوا الوضع اختلف قوي. في العهد القديم كان الشيطان فعلا بيضلل العالم، الوثنية كانت مالية العالم بطريقة بشعة. انتشار المسيحية يؤكد أن الشيطان قيد، لأنه الحقيقة أعلنت وانتشرت، نور تجلى للأمم، نور إعلان للأمم. فالكرازة اللي زحفت زي النار في الشعوب دي كلها، ملايين من البشر دخلوا الإيمان ودخلوا السماء، كانش ده ممكن يحصل أبدا قبل تجسد المسيح وفدائه حتى تتم 1000 سنة. وبعد ذلك لابد أن يحل زمانا يسيرا، دي هنفهمها لسه. لازم على الآخر خالص يديله مساحة أكبر من الحرية. خلي بالكو يحل ويربط، ده المسيح هو اللي ماسك الشيطان ومأيده، هيحله شوية في آخر الأيام وبعدين ياخده على جهنم بعد كده. ورأيت عروشا فجلسوا عليها. امتى بقى؟ امتى العروش دي؟ هنشوف. وأعطوا حكما، ورأيت نفوس الذين قتلوا من أجل شهادة يسوع من أجل كلمة الله، والذين لم يسجدوا للوحش ولا لصورته ولم يقبلوا السمع على جباههم وعلى أيديهم، فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. استنوا بقى، إذن في قديسين كتار قوي قاعدين على عروش في أثناء 1000 سنة. بالظبط انت لما تدخل تعمل تمجيد لأي قديس ولأي شهيد، هم دول اللي قاعدين على العروش، مش دول في 1000 سنة، مش دول بعد صليب المسيح وقبل مجيئه التاني. دول ممجدين ومنتصرين وغالبين وفرحانين، بس كلهم في الفردوس، لا يكملوا بدوننا، لسه دخلت الملكوت مع بعض. إذن يوحنا الرأي رأى إخواته الرسل اللي استشهدوا قبله قاعدين على عروش، فاشتاق، قال نفسي بقى كده، ولقى زيهم ناس كتير قوي، لأنه في زمن يوحنا الرأي كان في آلاف آلاف من الشهداء المسيحيين في كل العالم، لأن القرن الأول مليان دماء شهداء، والتاني والتالت والرابع، يعني ما مهديش بالسهل. فبيقول إيه؟ أنا شفت العروش دي وشفت النفوس. خلي بالكوا تعبير نفوس، لأنه لسه ما فيش أجساد، الأجساد ده يوم القيامة، لكن حاليا في نفوس قديسين، في أرواح قديسين موجودة في الفردوس، ممكن تظهر لنا، ممكن تعمل معجزات، ممكن نتشفع بيها، لكنهم نفوس يقوموا معانا يوم القيامة العامة، يوم الدينونة، يوم مجيء المسيح على السحاب، كلنا ناخد أجساد ممجدة مع بعض وندخل على الملكوت سوا، من أجل شهادة يسوع من أجل كلمة الله. يبقى كل الشهود للمسيح، ال 12 تلميذ استشهدوا ما عدا يوحنا فبقى 11. يوحنا ربنا فضل محافظ عليه مع أنه تعذب كتير عشان يشهد الشهادة دي قبل ما يمشي في آخر عمره. ومن أجل كلمة الله والذين لم يسجدوا للوحش. لو الوحش اللي هو مطلق الحرية كانوا لازم يسجدوا، لا، الوحش مقيد. ولا لصورته. هنا ما هو الوحش وعلاقته بالتنين؟ بصوا الحتة دي مفتوحة شوية في التفسير. يعني التنين هو إبليس، هل ممكن نقول الوحش إبليس؟ ممكن. ممكن تقول مبعوث من ناحية إبليس في مرحلة معينة؟ ممكن. ممكن تسميه نبي كذاب؟ ما هو قال في أنبياء كذبة كتير. ممكن. إذن الوحش والنبي الكذاب لهم علاقة مباشرة بالتنين، هي كل من هو ضد المسيح، كل من يريد أن يأخذ العالم في اتجاه الهلاك الأبدي، بداية من التنين الكبير والوحش والنبي الكذاب وكل ملائكته بعد كده. لم يقبلوا السمع على جباههم وعلى أيديهم. تاخدوا بالكم الميرون دايما يبتدي من الجبهة
عشان يبقى لنا فكر المسيح، وبعدين ينزل على القلب، وبعدين إيه يقدس كل الإرادة والحواس. فلم يقبلوا السماء، يعني رفضوا يفكروا زي الشيطان أو يخضعوا لإرادة الشيطان. جبهة ويد، يعني حياة الإنسان بتتلخص مخك فين وبتعمل إيه. فالفرق كبير قوي، عشان كده يوحنا الحبيب يقول أولاد الله ظاهرون، مخهم في ربنا وأعمالهم في اتجاه ربنا، وأولاد إبليس ظاهرون، دماغهم شيطنة وأعمالهم شيطان. دول ما قبلوش السم. فعاشوا وملكوا مع المسيح 1000 سنة. ملكوا إزاي 1000 سنة؟ خلي بالكم، هم عاشوا حياتهم على الأرض في ملكوت الله، لأن ملكوت الله داخلكم، ما تنسوش المعنى ده. كل يوم بنقول ليأتي ملكوتك، ده مش مؤجل ليوم القيامة، الملكوت شغال، المسيح يأتي ويسكن فينا بحركة دائمة. فعاشوا حياتهم مقدسين في الملكوت، وعاشوا الآن في الفردوس ينتظرون يوم القيامة زينا. فهم عاشوا وملكوا، ملكوا مع المسيح بملكه على الصليب، اتصلبوا معاه في المعمودية، فدخلوا ملكوته، اتحسبوا على اسمه، خدوا اسم المسيح، اتحط الروح القدس ختم الملك، فخلاص بقوا ملوك في مملكة الله. ودلوقتي داخل فردوس ايه الترقية بتاعتهم، منتظرين بقية الكنيسة عشان يكملوا، لا يكملوا بدوننا، يعني كلنا ندخل الملكوت احتفال واحد مع بعض. أما بقية الأموات فلم تعيش، يعني إيه؟ في ناس ما عاشتش وفي ناس عاشت، دي بقى معناها روحي بحت. ليه؟ وهوريها لكم من يوحنا 5، لأن المسيح قالها في عظة مشهورة جدا، وكانت بداية وقعته مع اليهود اللي مش طايقين كلام. هنا المسيح له المجد لما تجسد وقدم الخلاص، اللي مشي مع المسيح دخل الحياة الأبدية، عاش. عاش حتى لو هيموت، يعني موت الجسد، بس دخل في الملكوت، فدخل في سكة الحياة الأبدية. اللي رفض حكم على نفسه بالموت الأبدي. فهنا بيقول بقية الأموات، هنا الأموات بالخطايا، بقية الأموات اللي اختاروا رفض الملكوت فلم تعيش حتى تتم 1000 سنة. يعني إيه؟ خلاص كده طلعوا بره الملكوت ولن يعيشوا، بمعنى حتى لما راحوا ما راحوش فردوس بقى، راحوا الجحيم أو الهاوية اللي فيها حياة بدون حياة. هم موجودين لكن ما فيش أي طعم للحياة الأبدية أو الحياة الأفضل أو النعيم الأبدي المميز لفردوس النعيم. هذه هي القيامة الأولى. من هنا يأتي بقى شرح كلمة القيامة الأولى، وده هرجعوا الكلام المسيح نفسه عشان نأكد أنه تفسير الكلام ده هو قصد المسيح وهو فهم الكنيسة الجامعة الرسولية. القيامة الأولى هي قيامة الحياة الروحية، بمعنى ابني هذا كان ميتا فعاش، دع الابن الضال لما رجع بيت أبوه خد ختم أبوه بقى مالك جوه بيت أبوه عاش. طب والابن الأكبر لسه ميت، مش راضي يدخل بيت أبوه، لم يعيش لأنه لسه رافض مصالحة أخوه ورافض يدخل البيت. إذن القيامة الأولى هي اللي خدناها في المعمودية، دفننا معه في المعمودية التي فيها أقمنا أيضا معه. إذن إحنا كلنا دقنا القيامة الأولى، والقيامة الأولى حسب فهم الأباء عمل مستمر بالتوبة المستمرة والتناول. ليه؟ لما بغلط برجع للموت، لما بتوب بقوم تاني، عشان كده أقول لك يسقط ويقوم، بس كده كلمة القيامة الأولى. فاللي عايز بالمعمودية حياة توبة مستمرة وبيلزق في جسد المسيح مصدر القيامة، ده اللي معاه القيامة الأولى. عشان كده إيه؟ هذه هي القيامة الأولى، مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. يا بختكم حبايبي اللي سمعني عشان متعمدين وعايشين حياة توبة ومستنين تتناولوا دايما. أنتوا اللي ليكم القيامة الأولى، مبارك ومقدس، انتم محسوبين قديسين لان انتم مستمتعين بالقيامه اللي ادها لنا المسيح بالنصره على الموت بقيامته. يبقى هنا القيامه الاولى تعني ان احنا متعمدين وعايشين القيامه الاولى روحيا، ده معنى مستقر في الكنيسه. هاكده بس بنص واحد، وان كان صدقوني في نصوص كتيره قوي تؤكد نفس الفكره. لما نروح ليوحنا 5
في العظة المشهورة. على فكرة الوعظة دي بالذات بتتقري في صلاة الخارجات عشان نشجع كل الموجودين في الكنيسة، ما تخافوش على اللي مات، ده ما ماتش، ده مغمض عينه، ده نايم، ده قام، قام قيامة أولى، فما تقولوش همه لأنه ده دلوقتي في الفردوس خلاص. فبنطمن الموجودين وبنبارك للإيه؟ للمرحوم، لأن أنت خلاص دخلت الفردوس. يقول إيه؟ الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينونة للابن لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. كان بيدافع عن لاهوته كابن وحيد للآب، وهو الذي له حق الدينونة على البشر بحكم تجسده. الجزء اللي يعنينا، الحق الحق أقول لكم، خلي بالكم، من يسمع كلامي، ده بيكلم ناس قاعدين قدامه، ويؤمن بالذي أرسلني، يبقى بيسمع ويؤمن، له حياة أبدية ولا يأتي إلى الدينونة. وما حصل له إيه؟ قد انتقل من الموت إلى الحياة. اسمها القيامة الأولى. مجرد تسمع وتصدق زي السامرية وزي زكا وزي الرسل وزي، وبعدين طبعا الانتقال ده بيكمل بالمعمودية، يأكدها المسيح. حق الحق أقول لكم تأتي ساعة وهي الآن. يبقى القيامة الأولى إمتى؟ والمسيح معانا على الأرض وبيكلمنا لغاية دلوقتي، شغال القيامة الأولى، لأن صوت المسيح في الكنيسة عمالة تدعي الناس يلا قوموا، يلا قوموا من الموت اللي انتوا فيه. تأتي ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات، الأموات بالخطايا، صوت ابن الله. لو واحد عايش في الشر وسمع صوت ربنا بجد، ابتدت التوبة والإيمان. السامعون يحيون. يبقى الكلام دايما عن قيامة روحية، قيامة التوبة، قيامة الإيمان، قيامة الأسرار. كما أن للأب حياة في ذاته كذلك أعطى الإبن أن تكون له. لا تتعجب. بصوا بقى، خلصنا جزء القيامة الأولى. القيامة الأولى مرتبطة جدا بالقيامة الأخيرة أو القيامة العامة أو القيامة الحرفية بتاعت قيامة الأجساد. وبصوا كلام المسيح متسلسل، قال دلوقتي في ساعة وهي الآن، اللي يسمع يعيش دلوقتي، يقوم دلوقتي، هذه القيامة الأولى. لا تتعجبوا من هذا، فإنه تأتي الساعة فيها يسمع كل من في القبور صوته. رحنا فين دلوقتي بقى؟ احنا بنكلم ناس في القبر، ده في القبر بجد بقى. يبقى كل الجيل اللي سمع المسيح وتعمد وقام في الآخر راح القبر زي أجدادنا وأهالينا، ومش كده بس، دول في القبر بس، ده القيامة الأولى. هيحصل ايه؟ لسه هيسمع. تأتي ساعة فيه، ما بيقولش وهي الآن، لأن تأتي ساعة وهي الآن دي دلوقتي، طول ما الدنيا عايشة والناس عايشة تقدر تقوم دلوقتي القيامة الأولى. تأتي ساعة دي آخر الزمن، يسمع كل من في القبور صوته فيخرج من القبر. دي القيامة العامة. الذين فعلوا الصالحات لقيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. يبقى هنا المسيح بيتكلم عن قيامتين، خدتوا بالكم؟ قيامة أولى دلوقتي بالإرادة بالإيمان بالتوبة بالأسرار، وقيامة أخيرة محسومة للي قاموا في حياتهم هيتمتعوا بالقيامة الثانية، للي ماتوا باختيارهم في الخطية ورفضوا القيامة الأولى معروف مصيرهم الأبدي، صنعوا السيئات إلى قيامة الدينونة. تعالوا نشوف بقى في لغة الرؤية بيقولها إزاي. أما بقية الأموات التي لم تعش، يعني ما قامتش القيامة الأولى، فلم تعش يعني إيه؟ رفضوا الحياة الأولى حتى تتم الألف سنة، هذه القيامة الأولى. إذا القيامة الأولى تعني وإحنا على الأرض بنختار المسيح أو بنرفضه. اختار المسيح يمشي معاه، يقوم معاه دلوقتي حتى لو غمض عينه، دي ما تخوفناش، هيقوم من القبر بعد كده. مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. لخبطتنا، طلعت قيامة أولى وهتطلع لنا قيامة تانية، وطلعت موت أول وموت تاني. الموت الأول كلنا هنموت. ليه؟ ما احنا متنا مع آدم من بدري، مش كلنا بالخطايا ولدتنا أمهاتنا، وآدم ورثنا إيه؟ مش ورثنا الموت. طب خلاص الموت الأول هنغمض عينينا ونموت، ما عندناش مشكلة، لأن الموت ده بقى ربح لو أنت قمت القيامة الأولى، ليه؟ الحياة هي المسيح، هذه القيامة الأولى، الموت بقى ربح ليه؟ خلينا نخلص من الجسد ده بقى عشان ناخد الجسد الممجد.
فهنا بيقول مبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني. إيه الموت الثاني؟ اللي هو قيامة الدينونة، اللي هو الهلاك الأبدي، اللي هو العذاب الأبدي، اللي هو الاستمرار في بحيرة النار المتقدة مع إبليس والوحش والنبي الكذب، لأنك مشيت في سكتهم، اخترت السكة دي، ده الموت الثاني. هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، مفيش سلطان للجحيم ولا لجهنم على الناس اللي قامت مع المسيح. عشان كده خلي بالكم من كلمة سلطان، دي كلمة مهمة قوي. كلكم حافظين الآية اللي بتقول ايه؟ أبواب الجحيم لن تقوى على الكنيسة. عارفين ليه الكنيسة بتعمل ايه؟ الكنيسة لما عيال قاموا، فالجحيم وجهنم من وراءه ملهمش سلطان على عيال الكنيسة، لأن دول تمتعوا بالقيامة الأولى. فمبارك ومقدس من له نصيب في العيشة بتاعتنا، مسكين في المسيح وبنجدد قيامتنا بالتوبة والتناول، فإحنا مش خايفين من الموت الأول. مش كده؟ نعسنا كلهن ونمنا. مين دول؟ عذارى حكيمات وجاهلات. نعسنا كلهن، لكن استنى لما أقبل العريس. لا، في فرق كبير قوي بين العذارى الحكيمات اللي دقوا القيامة الأولى والجاهلات اللي رفضوا القيامة الأولى. لكن إن كان على نعسنا، نعسنا كلهن ونمنا، ما تخوفناش. دي هنا بيقول هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم، بل سيكونون كهنة لله والمسيح، وسيملكون معه 1000 سنة. 1000 سنة اللي هي إيه؟ من دلوقتي كلنا لما نروح القبر أرواحنا راحت فين؟ راحت الفردوس ملكين مع المسيح 1000 سنة لغاية ما يجي يوم القيامة. واللي عايشين زينا إحنا في ملكوت الله، لأن إحنا الملكوت جوانا لما الروح القدس سكن فينا، فالسماء كلها بقت جوانا، فإحنا عايشين معاه 1000 سنة. بمعنى طول ما هو ملك إحنا في ملكوته، مملكتي ليست من هذا العالم، فإحنا عايشين في هذا الملكوت اللي ينتسب للسماء، لكن يبدأ في داخلنا بالأسرار المبنية على الإيمان والتوبة. ثم متى تمت 1000 سنة؟ دخلنا بقى على النهاية خالص. هيحصل حاجة من حكمة ربنا وخطته، إنه هيكشف للتاريخ إن الإنسان حر لآخر مرحلة في تاريخ البشرية. فهنا هيسيب مساحة للشيطان أكتر، لكن برضو الشيطان غير مطلق الحرية، بمعنى حدش يعتبر الشيطان ربنا، حدش يعتبر الشيطان مسيطر، مفيش كلام زي كده، هي الناس اللي بتروح. فهنا متى تمت 1000 سنة؟ خلاص المسيح جاي يقفل على البشرية، يحل الشيطان من سجنه، ويخرج ليضل الأمم الذين في 4 زوايا الأرض، جوج وماجوج، ليجمعهم للحرب، الذين عددهم مثل رمل البحر. كل دول اختاروا يمشوا ورا الشيطان، فهيديله الفرصة الأخيرة، لكن طبعا مش عشان الشيطان وعينيه، يعني عشان ولاده بقى اللي هيحضروا هذه المنازلة أو المعركة الأخيرة دي لهم كرامة خاصة قوي. لاحظوا على فكرة السيناريو ده موجود عبر التاريخ، وفي جيل عدى على الكنيسة ما كانش فيها شهداء، ما كانش فيها ضغط من العالم، طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر، افرحوا وتهلل أجركم عظيم، هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. إذن اللي يحصل في ما قبل مجيء المسيح الأخير تماما هو حاصل حياتنا بدرجات مختلفة عبر كل الأزمان. عددهم مثل رمل البحر، لأن طبعا أعوان إبليس زيادة جدا، لأن الناس بتحب الظلمة. وجوج وماجوج دي طبعا اختلفوا عليها المفسرين، لكن ما زلنا بنميل للمعنى الرمزي اللي هي العالم الموضوع في الوثنية، انكار وجود الله، كل البدع والهرطقات، كل الشر اللي في العالم. صعدوا على عرض الأرض وأحاطوا بمعسكر القديسين وبالمدينة المحبوبة، فنزلت نار من عند الله من السماء وأكلته. يبقى إيه؟ يبقى حتى مع فك الشيطان أو نهاية الملك الألفي اللي هيجي فيه المسيح بقى بعدها على طول، في نار إلهية بتحمينا، في معونة إلهية برضه، عشان محدش يفتكر إنه إيه، ربنا هيسيبنا في إيد الشيطان كده يطلع ينتقم. لا، هو يطلع زي ما يطلع، بس في الآخر ربنا حامي عياله. وإبليس الذي كان يضلهم، يبقى بعد المرحلة الصغيرة دي بتاعت إنه إيه، إبليس يطلع بقى عشان هيتنقل من الجحيم على جهنم، بحيرة متقدة بنار
وتنتهي القصة خالص. النقلة دي بس، النقلة من الجحيم لجهنم دي، إبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار، دي غير الهاوية. بحيرة النار والكبريت هي جهنم في لغة المسيح. المسيح استخدم جهنم أكتر، واحد جاب سيرة جهنم في الكتاب كله ربنا يسوع له المجد. حتى ذهبي الفم يعلق أن الموعظة على الجبل أول مرة المسيح يقول جهنم قالها في بداية وعظة الموعظة على الجبل، لما قال من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم، وبعدين من قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار جهنم. ذهبي الفم يعلق، دي أول مرة يقول كلمة جهنم، كان قالها بعد كده كتير. دي اللي شرحها هنا بحيرة النار والكبريت، ودي مش أول مرة تيجي. لما نرجع لرؤية 19 نلاقي إيه؟ قبض على الوحش والنبي الكذاب معه. أنا رجعت إصحاح. الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا سمة الوحش، الذين سجدوا لصورته ماشيين ورا الشيطان. طرح الإثنان حيين اللي هما مين؟ الوحش والنبي الكذاب، إلى بحيرة النار المتقدة والكبريت. يبقى في هلاك فعلا هنا، مش قيده. خلي بالكوا الطرح ده يعني النهاية خلاص، لكن قبلها كان قيده، دي بتاعت الهاوية أو الجحيم. إبليس الذي كان يضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت حيث الوحش والنبي الكذاب، وسيعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين. يبقى في عذاب، في عذاب، في نهاية للعذاب، مفيش نهاية للعذاب، نص صريح. ثم رأيته عروشا، رأيت عرشا عظيما أبيض. هيبص بقى على جمال السماء. قبل دي عاوز أقول لكم، هو بس النار دي والكبريت بتاعت الوحش والنبي الكذاب وإبليس؟ لا، هروح للإصحاح اللي بعده كده أوريكم مين معاهم. فيقول في رؤية 21 يقول من يغلب يرث كل شيء، أكون له إلها هو يكون لي ابنا، مبارك مقدس من له نصيب في القيامة الأولى. أما خد عندك بقى الخائفون اللي ارتدوا عن الإيمان بالخوف وخضعوا لإبليس خوفا من الموت، وغير المؤمنين الراجسون، حط تحتها كل خطايا الإباحية، القاتلون بكل درجاتها وأشكالها، الزنا، السحرة، عبدة الأوثان، جميع الكذبة، نصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. يبقى الموت الثاني هو جهنم، المكان الطبيعي بتاع إبليس، وده اللي قاله المسيح، معدة لإبليس وملائكته، بس الناس دي راحت ورا إبليس، تعلقت بيه، مسكت فيه، مش راضية تسيبه خالص. المسيح يشد فيهم على قد ما يشد بصليبه وطول باله، هم رافضين المسيح خالص، متمسكين، هيروحوا معاه إلى النار الأبدية، البحيرة المتقدة بنار وكبريت. هذا هو الموت الثاني. ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه ربنا يسوع، الذي من وجهه هربت الأرض والسماء. يبقى معلومة مهمة قوي هنا، الأرض والسماء اللي احنا شايفينها دي تزولان، كلام ربنا لن يزول، حق ربنا مش هيتغير، اللي بيقوله هيحصل هيحصل. اما الأرض دي، الأرض الأولى والسماء الأولى تزول، في أرض جديدة وسماء جديدة، عشان كده صعب قوي تخيل الحياة بعد الموت. لم يوجد لهما موضع، دي الأرض الأولى والسماء الأولى. رأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله. ده يوم الدينونة بقى، ده يوم القيامة العامة، كله بقى، كل الأجيال هتقف. وانفتحت أصفار، فتحت أصفار بيفسروها الأباء أنه إيه؟ حياة كل واحد اتفتحت قصاده، فما بقاش حد يقدر يعني يشتكي ويعترض، خلاص حياتي كلها قصاد عيني. عشان كده في صلاة الستار نقول إيه؟ أي إدانة تكون إدانتي أنا المضبوط بالخطايا، لما تفتح الأصفار وتكشف الأعمال، لما أفاجأ بحياتي كلها، يا ربي السفر ده وحش قوي. بس خلي بالكم بقى، أطمنكم إنه الأصفار بتاعتنا لما تتفتح كل الخطايا السودة دي فجأة بتتشال، هي اتشالت خلاص بالتوبة بالإيمان بالمسيح، الحياة المقدسة بالإفخارستية. فيفضل في السفر بتاعك حبك لربنا وحبك للناس والخير، وتجازى حسب عملك. طب والشر اللي عملته ده كله؟ لا، ما هو تشال بقى، ما انت تبع الايه؟ المسيح. فهنا انفتحت أصفار وانفتح سفر آخر، هو سفر الحياة.
ده اللي أتكلم عنه المسيح، أسماءكم مكتوبة في سفر الحياة. ودين الأموات دين من الدينونة مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. بمعنى إيه؟ أموات خلي بالكوا كله هيقوم، أموات أشرار وأبرار، بس الكتاب بتاعك حياتك هتقول بقى تروح فين. ليه؟ حياتك دي مبنية على الإيمان والتوبة، يبقى كل الشر من حياتك اتشال، والخير اللي عملته حبا فالله يديك مركز في السماء. الشر كله قاعد في كتابك، أي خير عملته ما يتحسبش خالص، لأن كل الشر ده محسوب عليك. فإذا كنت من الأموات بالخطايا، أموات ما حضرتش القيامة الأولى، يبقى تدان حسب عملك برضه. فهنا يقول بحسب أعمالهم. وسلم البحر الأموات الذين فيه، كان دايما يطلع سؤال في القرون الأولى، تخيل يوم القيامة صعب، يقول لك ده واحد جسده اتحرق وبقى رماد، هيقوم إزاي؟ طب ده غرق وما لقوش جثته، يقوم إزاي؟ فهنا الوحي المقدس قال لنا أنتوا فاكرين ربنا يعجز أنه يقيم أي أموات؟ ودي اللي قالها بولس في فيليبي لما يقول حسب عمل استطاعتي أن يخضع لنفسه كل شيء. يعني ربنا اللي قالكم فيكون يقدر يقوم كل الأموات. تدرسوها في حزقيال 37، هو شايف كل العظم بيلم على بعضه وبيقف وترجع الحياة كلها. هو في حاجة صعبة على ربنا؟ اللي قوم لعازر بعد 4 أيام هيقوم أي حد. فحتى البحر سلم الأموات اللي فيه، سلم الموت والهاوية الأموات اللي فيهم، يعني حتى اللي في الجحيم هيقوموا. أيوه هيقوموا، عشان الدينون العامة دول هيروحوا على جهنم الأشرار، والأبرار يقوموا عشان يطلعوا الملكوت. ودينوا كل واحد بحسب أعماله، في إلحاح وتكرار لكلمة حسب عمله. ليه؟ لأن هو ربنا إلهنا عادل. لكن احنا أعملنا بالاتكال على المسيح، بالثقة فيه، بالالتجاء به، بالاتحاد به، كل الشر اللي في حياتنا اتغطى. فيبقى أعمالنا الصالحات دخلنا السماء بناء على تخطية المسيح، كفارة المسيح، فداء المسيح. طب الأعمال الشريرة اللي باقية في أصفار الأشرار ورفضوا النعمة، رفضوا الفداء، رفضوا المسيح، رفضوا ملكوته، يجازوا حسب أعمالهم، يبقى الهلاك كمان درجات، لأن شرهم مش زي بعض. كل واحد بحسب أعماله. وطرح الموت والهاوية في بحيرة النار. الموت نفسه يدخل على جهنم، الجحيم نفسه اللي استضاف الأشرار واستضاف الشيطان فترة مع ايده في الجحيم يدخل على بحيرة النار، عشان ما يبقاش في سيرة خالص، لا تسمع عن موت ولا تسمع عن شيطان ولا تسمع عن جحيم ولا تسمع عن عذاب ولا تسمع عن شر بأي درجة. خلاص الأمور الأولى دي انتهت. فطرح الموت والهاوية في بحيرة النار، هذا هو الموت الثاني، ومبارك ومقدس من له نصيب في القيامة الأولى، هؤلاء ليس للموت الثاني سلطان عليهم. خبر حلو قوي. يبقى الموت الثاني المرعب ده، عذاب الأبدي، ربنا يحمينا، مكان الطبيعي بتاع إبليس وملائكته، ربنا يحمينا. وإحنا لازقين للمسيح بنقول ارحمنا يا رب، خلينا تبعك. وكل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة، من الآخر كده كل اللي مش مكتوب اسمه في سفر الحياة، وده بيتكتب بإيه؟ بنعمة المعمودية. معمودية الإيمان بالمسيح يجعلك مسيحي، يتسجل اسمك في سفر الحياة. كل من لم يوجد مكتوبا في سفر الحياة طرح في بحيرة النار. أتمنى تكونوا استوعبتوا شوية ما نقوله عن الجحيم وجهنم والفردوس والملكوت، وطريق الخلاص الواضح جدا، كلام المسيح الواضح اللي كل الرسل فهموه وسلموه للأجيال، وإن احنا ما زلنا في الملك الألفي مستمتعين بملكوت الله داخلنا، وبنطلبه كل يوم في صلواتنا، ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.